خلاص كويس قوي هايله مش ظريفه قوي مش قوي قلتلك وديه لماما ماما مش في البيت النهارده ماله هاني مش عارف انت يا ستة اللي معاك العيل في حد يجي حتى زيتي ومعاه عيل يمكن ما عندهمش حد يقعد بيه عاجبك كده يلا نقوم والناس اللي عزمونا تقول لهم ايه هتقوموا تفتحوه بره على اذنك يا فوزي نسكت الولد ونرجع على طول